كيف تحولت الصدقة إلى جريمة تعاقب عليها ميليشيا الحوثي؟ ولماذا تحول دون وصول الصدقة والمساعدات للمعدمين وإغلاق آخر ملاذ لهم؟ ماذا يعني تأسيس الميليشيا لما يسمى بالهيئة العامة للزكاة؟ هل هي شرعنة لاختلاس الأموال؟ أهلا بكم. اعتاد تجار وميسورون في صنعاء وغيرها من مدن الجمهورية على استثمار شهر رمضان المبارك في بعض الأعمال الخيرية، ومنها توزيع الصدقات والمساعدات على جيرانهم أو الفقراء الذين يترددون على مخازنهم. لكن صنعاء لم تعد كما كانت عليه قبل سيطرة الحوثيين عليها، فميليشيا الحوثي تمنع الصدقات وتفرض عقوبات على رجال الأعمال والمؤسسات التي تقدم صدقات في رمضان، وتحولت الصدقة إلى جريمة تعاقب عليها ميليشيا الحوثي لتحول دون وصول الصدقة للمعدمين وتغلق بذلك آخر ملاذ للجائعين والمعدمين الذين قطعت مرتباتهم وجففت مصادر دخلهم وحرمتهم حتى من المساعدات الدولية التي يسيطر عليها الحوثي ويعيد توجيهها لخدمة مشروعه الطائفي والسيطرة على المجتمع من خلال تجويعه وكسر إرادته. لماذا تحرص الميليشيا على احتكار كل الموارد وكل المصادر وخنق المواطنين الأكثر ضعفاً في مناطق سيطرتها؟ وماذا يعني تأسيس الميليشيا لما يسمى بالهيئة العامة للزكاة؟ هل هي شرعنة لاختلاس الأموال والجبايات والأتاوات؟ ولماذا أحجمت الميليشيا عن تأسيس بنك الزكاة واكتفت بالسيطرة على موارد الزكاة وحساباتها البنكية؟ لم تكتفي ميليشيا الحوثي بنهب موارد الدولة في المناطق التي تسيطر عليها، بل عمدت إلى اختراع وسائل جديدة لنهب ما في جيوب المواطنين وبيوتهم وتجفيف مصادر الدخل، ليصبح أكثر من 60% من السكان على بعد خطوة واحدة من المجاعة بحسب تقديرات الأمم المتحدة. لا تكتفي ميليشيا الحوثي بما حصلت عليه من الأموال التي تجنيها من دخل الضرائب والجمارك والاستيلاء على المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأممية والإغاثية، بل اتجهت إلى السيطرة أيضاً على مصلحة الواجبات الزكوية وفصلتها عن وزارة المالية وأنشأت لها حسابات مالية مستقلة، وكلفت مشرفيها بجمع الزكاة من المواطنين والتجار بشكل مضاعف. وبالرغم من أنها كانت العام الماضي قد سربت معلومات تقول إنها بصدد إنشاء بنك باسم بنك الزكاة، إلا أن ذلك لم يحدث، فيما ارتأت أن بقاء الأموال في حسابات خاصة بأسماء مشرفيها سيكون أفضل لتسهيل عملية الاستيلاء عليها وصرفها أو تحويلها لحساب المجهود الحربي. في شوارع صنعاء تنتصب لافتات عملاقة تحمل صور زعيم الميليشيا وإلى جانبها عبارات تطالب المواطنين بدفع الزكاة طوعاً قبل أن تنتزع منهم بالقوة. كانت تلك اللافتات مقدمة لعملية سطو واسعة تعرض لها تجار في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا. السيطرة على موارد المجتمع وتجفيف مصادر دخل المواطنين ونهب أموالهم بالقوة باسم الزكوات ليست كل ما يقوم به الحوثيون في سياق تجويع اليمنيين، بل عمدت الميليشيا مؤخراً إلى منع تجار ممن كانوا قد اعتادوا عليه منذ عقود من استغلال رمضان لتوزيع بعض المساعدات للمحتاجين. تم اعتقال رجل الأعمال أحمد السنيدار ومداهمة مخازنه ومنزله بصنعاء عقاباً له على توزيع بعض الصدقات التي كان قد اعتاد على توزيعها في رمضان كغيره من التجار. منع التجار في مناطق سيطرة الحوثيين من توزيع أي مساعدات أو صدقات خارج صناديق الميليشيا ليصب كل ذلك في دعم مجهودها الحربي وإثراء قيادتها، فيما ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً مأساوية غير مسبوقة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الأستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث عبر سكايب من إسطنبول، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور لك ومشاهدينا الكرام. إذن أستاذ نبيل، في كل مرة تبدع ميليشيا الحوثي بإجراءات جديدة ومختلفة في كل عام، ربما هذا العام نشاهد إجراءات منع التجار من توزيع الصدقات وربما آخرها ما تعرض له التاجر محمد السنيدار في صنعاء الذي تعرض للسجن بسبب جريمة
توزيع الصدقات كما أسمتها ميليشيا الحوثي، برأيك كيف تحولت الصدقة أستاذ نبيل إلى جريمة تعاقب عليها ميليشيا الحوثي؟ باعتقادي مثل هذا التصرف هو لا يخرج عن السياق العام لتفسير هذه الجماعة للنصوص الدينية وتفسيرها أو اختراعها لدين جديد، دين لا علاقة له بالإسلام الذي يعرفه الناس. فالصدقة أو الزكاة كما يعرفها المسلمون هي ركن من أركان الإسلام، يعني ثالث أركان الإسلام، وهي مثلها مثل الصلاة، لا تكون جبرية وقسرية، أو لا ليس للدولة أن تفرض على الناس أن يصلوا، كما ليس للدولة أن تفرض على الناس أن يزكوا أموالهم، وليس على الدولة أن تفرض على الناس أن يذهبوا إلى حق البيت، لأن هذه مناط العبادة فيها هو التكليف والتسليم والاختيار الفردي، لا تجبر ولا تفرض على الناس أن يؤدوها قسرا، لأنها عندما تتحول إلى قسرا هي تحول الناس إلى منافقين يعملون بعكس ما يؤمنون وبعكس ما يقتنعون به، وبالتالي ما تقوم به هذه الجماعة هو انطلاقا من تفسيرها وفهمها للدين على أنه حقا حصريا لها ولجماعتها ولسلالتها. وبالتالي ما حصل مثلا في قضية التاجر السنيدار هي يعني مؤشر واضح على يعني كيف سعت هذه الجماعة بعد 4 أو 5 سنوات من السيطرة على العاصمة إلى احتكار كل شيء، من احتكار من نهب مقدرات الدولة، بعد ذلك إفقار الناس وإفقار موظفي الدولة الذين كانوا في السلك الوظيفي للدولة، بإيقاف مرتباتهم، بتسريحهم من أعمالهم، بفصلهم، أيضا بالجانب المهم والخطير في الموضوع أنه شبكة إعادة توزيع الثروة في البلاد من خلال رؤية تقوم على احتكار هذه الثروة الاقتصادية أو على احتكار العملية الاقتصادية من خلال احتكار وسائل الإنتاج أو وسائل التصدير والاستيراد من خلال جماعات تنتمي لهذه الجماعة، أفراد وتجار جدد ينتمون لهذه الجماعة. اليوم وصل الأمر بهم إلى أن ليس فقط أن يحرموا الناس من رواتبهم ومن مستحقاتهم، بل ذهبوا إلى بعد من ذلك باحتكار توزيع المعونات والإغاثات، يعني كما ورأينا أيضا في هذا السياق كيف استطاعوا أن يعني يسيطروا على أموال المنظمات الدولية والمنظمات الإغاثية، وكيف تم تحويل هذه الأموال الكبيرة لهذه المنظمات إلى أيدي هذه الجماعة، وبالتالي إعادة منها ما تم بيعه في الأسواق السوداء ورفض بها، يعني هذه الجماعة رفض مجهودها الحربي أو نسمي بالمجهود الحربي، أو أيضا شراء بعض الناس الذين لا يجدون قوتا بمقايضتهم بهذه المعونات المجانية الدولية وقلبهم إلى المعارك وقلبهم إلى الجبهات. وبالتالي اليوم وصل الأمر إلى مرحلة أنه يعني يحدد للناس على من تذهب هذه الصدقات، يعني وصلوا إلى مرحلة. هل فعلا هناك تنظيم لهذه المسألة الديني والأخلاق؟ يعني هم يريدون أن تؤتى إليهم الصدقات والزكاة أيضا كما يقولون ليتم إعادة توزيعها، ما الذي يحدث بالضبط؟ هل تتوقع ذلك؟ باعتقادي في هذه المسألة، أنا باعتقادي لا يكون للسلطات أيا كانت هذه السلطات أن تتدخل في فيما يتعلق بعبادات الناس الذاتية، لأنه مسألة الصدقات ومسألة الزكاة هي جزء من العبادة الفردية أولا، وليست عبادة وشعيرة تفرض من قبل المؤسسات ومن قبل السلطات. وبالتالي أن تتدخل بين تجبر الناس وتتحكم بإرادته فيما أين يذهب بماله وأين لا يذهب به، هذا لا علاقة له بالزكاة، هذا نوع من السرقات تحت مسمى مصارف الزكاة وتحت مسمى الزكاة. الزكاة واضحة أين تذهب وكيف تذهب، وهي عبادة طوعية اختيارية للأفراد لا تفرض عليه. نعم، إذن الآن يعني كما حدث مع تاجر محمد السنيدار، يتم اعتقال أي تاجر قادر على توزيع هذه الصدقات والمساعدات، لم يخرج طبعا إلى بعد أن تم توقيع تعهد بأن لا يكرر مثل هذا الفعل، يعني ما تعليقك على هذه النقطة، ترهيب رأس المال في كل مرة بصورة مختلفة؟ ربما هذه آخر أشكال الترهيب التي يعاني منها رأس المال في الداخل، يعني رأس المال اليمني اللي خلال 5 سنوات تم استبدال وتم إعادة هيكلة
هيكلة رجال الأعمال وهيكلة التجارة في اليمن، وتم احتكار كل شيء باسم هذه الجماعة وباسم هذه العصابة السلالية. التجار الذي كنا نراهم تجارا كبارا اليوم أصبحوا هم في جملة التحولات التي حصلت في المشهد الاقتصادي. هناك تجار جدد أتوا إلى صنعاء وبنوا فيها العقارات واحتكروا فيها كل شيء، من البترول إلى الغاز إلى الغاز إلى التجارة إلى المواد الغذائية، كل شيء أصبح محتكر في سلالة أو في طبقة من رجال الأعمال المقربين أو الذين يشتغلون تبييض أموال باسم هذه الجماعة. ما حصل بالنسبة للتاجر سنيدار يعني هي مؤشر فقط واحد لقضية متعددة يعني ولظاهرة منتشرة في كل المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين، أنه لا يسمح لأحد من الناس أن يتصدق أو أن يعني يوزع أمواله على من يعتقد أنهم محتاجين إليه، وإنما يجب أن يسلمه لمشرف لجماعة الحوثي، والمشرف هو بطريقته الخاصة هو الذي يتحكم ويسيطر على هذه الأموال. وبالتالي نحن أمام لصوصية واضحة لا علاقة لها بالزكاة ولا علاقة لها بأي شيء يتعلق بمسؤوليات هذه السلطات، سلطات الأمر الواقع في هذه المناطق. كل ما في الأمر هو إفقار الناس وإشعارهم دائما بالحاجة إلى هذه الجماعة، وكل ما يحصلون عليه من مساعدات دولية أو ما سيأخذونه. طبعا هناك أموال تقبى من هؤلاء التجار ومن رؤوس الأموال، وهناك الخمس ما يسمى بالخمس في مذهب هذه الجماعة، وهي أن تأخذ خمس أموال هؤلاء التجار وأموال الناس وتكتنزه وتذهب به لتسيير أعمالها ومشرفيها. وبالتالي نحن رأينا طبقة جديدة من رجال الأعمال جدد لا علاقة لهم بالتجارة ولا علاقة لهم بالأموال، إنما أثروا من خلال هذه السرقات التي يتم شرعنتها تحت مسميات مختلفة، من دعم هذه الجماعة، من مجهود حربي، من زكاة، من مساعدات إنسانية. كل هذه الأموال تقبى لهذه الجماعة ولمشرفيها وللمقربين من هذه الجماعة، ومما يضعنا أمام حقيقة خطيرة فيما يتعلق بإعادة تدوير الأموال بطريقة احتكارية تحتكر المال كما تدعي احتكارها للسلطة واحتكارها لكل ما له علاقة بالمجتمع اليمني. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ نبيل أن ينضم معنا دكتور فارس البيل أكاديمي والباحث السياسي عبر الهاتف من القاهرة. مساء الخير دكتور فارس. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. إذا لا تزال صنعاء تحت وقع العنف المنهج الذي تمارسه ميليشيا الحوثي بإجبار الناس أو منع الميسورين والتجار من تقديم الصدقات والمعونات للفقراء، هل لديك أي معلومات حول هذا الموضوع؟ وفي الحقيقة ما تمارسه ميليشيا الحوثي هو امتداد لمهمة الإمامة في التاريخ اليمني المعاصر، ولم يكن في التاريخ مثل هذا النظام الذي كان يعتمد على الجباية ولا يصرف شيئا حتى على مهامه الأساسية، حتى أن جيش الإمام أو العسكر التابعين للإمام لم يكن يضع لهم رواتب، بل كان يطلق أيديهم ليأخذوا مكافآتهم ويأخذوا رواتبهم من الناس عندما ينزلون، وهذه حالة غريبة في العالم لم تحدث. وهذا هو النهج الذي تسير عليه ميليشيا الحوثي، وهي تريد من ذلك أولا إفقار الناس وإذلالهم كما تحدثتم، وبناء اقتصاد طويل الأمد بالنسبة لميليشيا الحوثي. ميليشيا الحوثي تكتنز سيولة مالية كبيرة من العملة الصعبة والعملة المحلية أيضا، وقد أتت على خطوط الاقتصاد والقوة المادية للمجتمع بكل مراحلها، بدأت من البنك المركزي ثم نزلت إلى القطاع العام ثم القطاع الخاص ثم التجار، حتى وصلت الآن إلى المحلات الصغيرة وإلى حتى الجمعيات الأخيرة تفرض عليها الجمعيات الخيرية تفرض عليها نسبة تصل إلى 30% في كثير من الأحيان تحت لافتة المجهود الحربي أو حالة الزكاة التي تمارسها بقهر ديني واضح للمعالم. في كل الأحوال أنا أتصور أن ميليشيا الحوثي وهي تمارس هذا الأمر، وهذا حتى ما يؤجل عملية إعلان ميليشيا الحوثي حالة انتشار وباء كورونا في صنعاء، أنها تخشى أن تذهب عليها هذه الفرصة وهذا الموسم الخاص بالنسبة لها لاكتناز كل ما يمكن من كل الناس. وأنا أعتقد أن ميليشيا الحوثي
ستظل على هذا المنوال حتى آخر ريال في جيب اليمني. يتمارس نعم. هذه يعني العملية بكثير من المنهجية وبكثير من الأداء الكهنوتي الذي تريد من خلاله أن تذل اليمنيين إلى أبعد حد. نعم. كيف تعلق دكتور على المفارقة الحاصلة في صنعاء، نمو طبقة من يعني طبقة من الناس فاحشية الثراء مقارنة بناس معدمين تماما أو يعني سحقت تماما الطبقة المتوسطة إلى قليل؟ يعني منظمة الغذاء العالمي تتحدث عن نسبة جوع مهولة تصيب عدد كبير من السكان، ربما أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، ومع ذلك نجد أن هناك ثراء فاحش في على مستوى بعض المشاريع، الفلل التي تبنى، سيارات الفارهة. كيف تعلق على هذه النقطة؟ صحيح، وهذا هو الانقلاب الاقتصادي والانقلاب المالي في حالة المجتمع الذي تبنته ميليشيا الحوثي. ميليشيا الحوثي بالطبع كانت تريد أن تتوسع وتثبت أقدامها بشكل كبير، ولذلك اعتمدت على قوتها الصلبة من ناحية، وهي غير كافية في كل الأحوال، واعتمدت في الجانب الآخر على كثير من العاطلين، على شذاذ الآفاق، على أولئك الذين كانوا في السجون، على كثير من الناس الذين لم يكونوا منخرطين في المجتمع بشكل صالح، وبالتالي هؤلاء هم أطوع لممارسة ما تريده الميليشيا منهم من قهر ومن ترغيب ومن ترهيب للناس، وبذلك سمحت لهم في إطار من الثراء، وهذا يلاحظه اليمنيون بعين البصيرة أمام أعينهم، وهم يلاحظون أن هنالك سيارات فارهة حتى لا توجد في دول الخليج على سبيل المثال، لكنها موجودة في صنعاء في ظل حالة الحصار وحالة التي تقولها ميليشيا الحوثي. إذن هي سمحت بقدر ما وأطلقت أيدي هؤلاء اللصوص كي تضمن ولائهم بدرجة أساسية، ومن ناحية أخرى هي تعتبر حالة الثراء لمن ينتسبون إليها، لمن ينتسبون لحالة الآل الهاشمية كما يطلقون عليها، كأنه استعادة لحق، وهم كانوا يقولون هذا حتى في أدبياتهم من زمن بعيد، أنهم لابد أن يأتوا إلى صنعاء ويستعيدوا أموالهم ويستعيدوا حالة الثراء ويستعيدوا كثير من الأملاك التي يعتبروا أنها أو أن الجمهورية سلبتها منهم. فهم يمارسون هذه العملية بهذا الشكل، ولا يجدون بأسا على الإطلاق أن يشعروا اليمنيين بأنهم في حالة ثراء رغم حالة الفقر. نعم، لكن أمام هذه الحالة دكتور، يعني ألا يخشون ممارسة في حالة الترهيب على الناس؟ نعم، هذه الحالة الدائمة من الترهيب على الناس ومن يريد مساعدة الآخرين، وحتى على مستوى التباهي بكل هذا الثراء أمام جوع الناس، ألا يخشون من ردة فعل عكسية قد تصيب الناس؟ يعني ربما يصبروا قد يصلوا إلى مرحلة الانفجار، ثورة جياع حقيقية في تلك اللحظة. صحيح، هذه هي الحقيقة الحتمية والأمر الذي سيحدث في الأخير بالتأكيد. نحن نعلم ما قاله ابن خلدون من أن الأنظمة التي تأتي على الجباية وتأتي على القهر سرعان ما تكون قد دنت أول خطوة في طريق تهديمها، لكن ميليشيا الحوثي هي تعتبر أنها هي أولا بلا عقل سياسي وبلا عقل يمكن أن يوصف في إطار الكثير من القيام أو حالة من الإحساس أو التعايش مع الناس. لا يمكن لجماعة تحترف الدم والسلاح أن تلتزم بقيم أو أن تشعر بحالة الناس مطلقة. هذه الجماعة أوصلت اليمنيين، أوصلت 80% من اليمنيين في ظرف عام واحد إلى حافة المجاعة، وحولت المجتمع اليمني إلى أكبر كارثة إنسانية، وفي حالة من انعدام الأمن الغذائي على مستوى التاريخ المعاصر، ولم تحدث أزمة بهذه الفداحة، ومع ذلك ميليشيا الحوثي لا تتحدث عن هذا الأمر مطلقا، بل تباهي بكثير من السلوك المتجبر أمام الناس، وكأنها تريد أن تقول لهم أن أنا الجنة ومن لم يأتي معي فسيبقى في حالة الذل
وفي حالة المهانة وفي حالة الفقر وفي حالة الجوع، وأسلوب من القمع حتى النفسي تمارسه ميليشيا الحوثي على الناس بكل هذه المنهجية المتكاملة من حالات القهر المستمدة من أفكار الثورة الإيرانية وأفكار حتى إصابات السلب والنهب عبر التاريخ، وكأنها جمعت كل هذه الأساليب سواء كانت المادية أو النفسية والمعنوية وتمارسها ضد المجتمع اليمني في محاولة لتفكيك ما تبقى من أواصر ومن قيم ومن حتى حالة من التماسك النفسي والمعنوي لدى المجتمع اليمني. وهذا للأسف ما نلاحظه الآن أمام حالة البطش الحوثي. نجد أن المجتمع اليمني وصل إلى حالة من اليأس وحالة من اللامبالاة. القبيلة اليمنية كذلك، المجتمع اليمني، النخبة، كثير من مكونات المجتمع اليمني أوصلتها هذه الممارسات ودائرة الرعب التي تشكلها ميليشيا الحوثي إلى هذه الحالة الانهزامية. لكن أنا أتصور أن ما تمارسه ميليشيا الحوثي بكل هذه البجاحة وبكل هذا التوحش سيقودها حتما إلى نهايتها وإلى أن تأخذ جزاءها، لأنه لم يحدث في تاريخ اليمن في تصور جرائم مثل هذه الجرائم التي قامت بها ميليشيا الحوثي. من سلم من أن يجرحوا دمه فإنهم جرحوا نفسيته وإنسانيته سواء داخل اليمن أو حتى خارجها. كل الذين خرجوا من ميليشيا الحوثي يعانون مشكلات نفسية. إيقاف العقل اليمني لأكثر من 5 سنوات عن التحرك وعن الأداء، إيقاف الحياة والمجتمع اليمني وتجميده بهذا الشكل، هذه جريمة أبعد من كل الجرائم التي مارستها ميليشيا الحوثي، وكلها جرائم مجتمعة. أعتقد أن الخلاص من هذه الميليشيا ينبغي أن يكون سريعا، وإلا فإن الضريبة أكثر وأكثر فداحة للأسف. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور فارس البيل الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. لو عدت لك أستاذ نبيل، وأود منك التعليق حول نقطة يعني تلك المفارقة التي يعيشها اليمنيون بين فقر حاد وبين ثراء فاحش لجماعة ميليشيا الحوثي، وعدم خشية ميليشيا الحوثي من يعني ثورة جياع حقيقية قد يعني تلتهمهم هم وأموالهم بهذا الشكل. أولا، هذا السلوك الذي تمارسه هذه الجماعة هو ليس سلوك طارئ عليها، هي تمتح من تراثها الفقهي والمذهبي الذي عاشت الذي تركه لها الأئمة، وبالتالي مسألة الفقه هو ارتباط متلازم وارتباط منطقي فيما يتعلق بوجود الإمامة. لذلك كان من أهم الوصفات التي أطلقت على أنظمة الإمامة في اليمن ارتباط متلازمة الجهل والفقه والمرض. يعني الفقر إحدى أهم سمات هذه الجماعة، لأنها تأتي جماعة تقوم على الجباية وعلى الفيد وعلى منازعة الناس حقوقهم وسلبها إياهم، وبالتالي حتى مثلا في تراثهم الفقهي يذكر عن ما يسمى بالإمام المتوكل على الله إسماعيل، أنه قال حينما قال له أحد الذين كان بجواره يعني ألا يعني لماذا تفعل كل هذا، يعني ألا تخشى الله، قال أني أخشى أن يسألني الله ماذا أبقيت لهم، لا أخشى أن يقول لي ماذا أخذت منهم. يعني هو يخشى أن الله يسأله لماذا أبقى لهؤلاء الناس شيء تحت أيديهم. أيضا تروى عن الإمام يحيى حينما ذهب في مجاعة، ذهب الناس أحدهم إليه وقال له إن الناس تموت جوعا، قال من مات فهو فقيد ومن بقى فهو عتيق، أو في معنى هذا المعنى، بمعنى أنه حياة الناس بالنسبة لهم ليست ذات بال. يعني هي جماعة تقوم على افتئات حق الناس وسرقة مال الناس وشرعنت هذه اللصوصية باسم الدين وباسم الله وباسم الزكاة وباسم الخمس وكل الأسماء التي تتعلق بهذه الجماعة وقاموسها الفقهي وقاموسها المذهبي الذي تشرع من خلاله كل هذه السرقات. إذا لو تحدثنا عن حجم الضرر الذي سيصيب هؤلاء الفقراء أستاذ نبيل، خصوصا أن العديد من التجار أحجموا فعلا عن تقديم الصدقات خشية ما قد يصيبهم من ميليشيا الحوثي.
وبعضهم سلم المساعدات للميليشيا. الكارثة أنه على امتداد ال5 سنوات ظل الناس يصمتون عن ممارسة هذه الجماعة، خاصة فيما يتعلق بالمساعدات والإغاثات الدولية، والإغاثة الدولية التي كانت تؤتى بملايين الدولارات ويتم صرفها أو يتم تحويلها مباشرة إلى يد هذه الجماعة، وهي التي تتصرف بقيمتها المالية وتتصرف في قيمتها العينية. فكان يعني كثير من الناس لم تصل إليهم هذه المساعدات، كما حدثت في قصة أحد الزملاء الصحفيين في مؤسسة الثورة حينما اتصل به من صندوق الإغاثة العالمية هل يستلم يعني سلته الغذائية، فتفاجأ أنه لا يستلم ولا يعلم عنها شيئا، وهو موجود في كشوفات صندوق الإغاثة العالمي. وبالتالي يعني نحن أمام يعني هذه بس فقط واحدة من الحالات التي ظهرت، هناك آلاف ومئات الآلاف الحالات التي تم فيها عملية سرقة الإغاثات الدولية بهذا الشكل، فضلا عن الأموال والتحويلات المالية الكبيرة بالدولار التي تدخل باسم هذه المنظمات إلى الداخل، ويسمح لها بالدخول يعني باسم في البنك المركزي اليمني. كلها هذه تعمل على كعملة مالية وسيولة لهذه الجماعة بالعملة الصعبة، تدير من خلالها معركتها مع الحكومة الشرعية ومع التحالف. وبالتالي هذا الجانب المهم فيما يتعلق بالإغاثات، لكن فيما يتعلق أيضا بجانب آخر هو الكبايات، وجانب آخر هو السوق السوداء، وجانب ثالث اليوم وهي مسألة الأمراض والأوبئة التي انتشرت في 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 صنعاء وفي غيرها من المدن. وبالتالي نحن أمام جائحة مركبة ومعقدة من الكبايات ومن سرقة أموال الإغاثات وأيضا الأمراض التي تفتك بالناس. يعني نحن اليوم عدنا إلى نفس المربع الذي انطلقت وكان مربعا لانطلاق ثورة 29 سبتمبر، هو اجتماع الفقر والجهل والمرض على اليمنيين مرة أخرى في عصر التكنولوجيا والانفتاح للمعلومات الكبير. نعم، إذن الميليشيا يعني سارعت أو قامت بإصدار قرار بإنشاء هيئة مستقلة للزكاة برئاسة أبو نشطان كما يدعى، هذه الهيئة تعمل على إنشاء وتأسيس بنك خاص باسم بنك الزكاة. يعني ما الذي تريده برأيك ميليشيا الحوثي؟ إلى أين تود الوصول بمثل هذه المسميات واختلاق هذه المؤسسات؟ هي لا شك خطوات تنطلق من ذهنية وسلوك وفكر هذه الجماعة التي ترى أنها جماعة قباية لا علاقة لها بخدمة الناس بقدر ما علاقتها بأن تجبي الناس أموالهم، وبالتالي انطلقت من هذه العبادة أو من هذه الركن الواضح في الإسلام وهو مسألة الزكاة لتنصب وتسرق وتتحول إلى يعني سرقة منظمة ومقوننة تحت مسميات هيئة الزكاة أو ما تسمى أو ما يسمى ببنك الزكاة، وكلها لا علاقة لها بالفقراء ولا علاقة لها بأوضاع الناس بقدر ما هي يعني مصادر وأدوات لتقنين الجريمة، لتقنين هذه السرقات وهذه المنهوبات من المواطنين ومن اليمنيين تحت مسميات هذه الشعارات التي يرفعونها. لكن في حقيقة الأمر أنت يعني يلاحظ الناس الآن ازدياد الفقر الموجود في الحالة اليمنية، ازدياد حالات يعني التشرد وحالات مظاهر الشحات في الشوارع، يعني كل هذا نتيجة لحرمان الناس من حقوقهم. إذا كانوا نهبوا يعني هذه الجماعة نهبت مرتبات الناس على امتداد 5 سنوات، فكيف يعني وهذه المرتبات هي حقوق مقدسة، حقوق لا تسقط يعني دستوريا ولا تسقط أخلاقيا وقيميا فرضا عن ذلك يعني، وبالتالي تم السطو عليها وسرقتها تحت مبرر أن البنك المركزي نقل إلى عدن، وإنما هناك جبايات يعني لا زالت الكثير من الجبايات التي يفترض أن تذهب إلى مؤسسات الدولة في عدن والبنك الدولي في عدن لا زالت يعني تقبى لهذه الجماعة من ميناء الحديدة ومن السوق السوداء ومن الغاز الذي يباع بعشرات أضعافه، والذي يعني الدب الغاز تصدر من مارب ب1200 ريال تباع في صنعاء بأكثر من 10,000 ريال، وكذلك البترول والغاز والديزل كل هذا أيضا فضلا عن جباية المواصلات وخطوط الطيران وكل ما له علاقة بجباية الناس التي لحقوها حتى إلى مسألة التدخل في مسألة الصدقات. يعني نحن أمام عصابة تجبي كل شيء وتشرع لهذه الجباية تحت مسميات
لا علاقة لها بمصارف الزكاة ولا علاقة لها بفقه التشريع وفقه العبادة في مثل هذه الحالات، إنما تخترع لها مسميات لمزيد من جباية الأموال الناس وإفقارهم وإذلالهم. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ نبيل، أنت وأستاذ المشاهدين، أن ينضم معنا الأستاذ محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك يا أستاذة وبضيفك الكريم وبجميع المشاهدين والمشاهدات الأكارم. أهلا بك. كونكم حقوقيين أستاذ محمد، يعني كيف تتابعون باستمرار جرائم الميليشيا، واليوم ربما هو أحد أهم وأعقد الملفات التي تمارسها ميليشيا الحوثي، ملف منع الميسورين من أبناء البلد لمساعدة الفقراء منهم؟ طبعا نحن في الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عملنا على تنفيذ الرصد والتوثيق الحقوقي الشهري للانتهاكات المستمرة على مدار الساعة في اليمن من خلال فريق ميداني احترافي ملتزم بمعايير الرصد والتوثيق الأممية، إلا أن حوادث القتل وجرائم ميليشيات الحوثي والاستهدافات العشوائية بالقصف العشوائي على جميع الأحياء الآهلة بالسكان والقنص المباشر والإعدامات الميدانية التي تنفذها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في الكثير من المحافظات اليمنية، خصوصا التي تسيطر عليها كمحافظة دمار ومحافظة إب وعمران وحجة وغيرها من المحافظات التي تقبع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، أخذت هذه الجرائم طابعا متكررا من قبل عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي. نحن في الشبكة طبعا لدينا فريق حقوقي مؤهل وقانوني متخصص في عملية الرصد والتوثيق، استطعنا أن نرصد ونوثق الكثير من جرائم ميليشيات الحوثي التي استطاع الفريق الوصول إليها، بالإضافة إلى استقبال الشكاوي والبلاغات المقدمة من المدنيين والتقارير الرصدية والموثقة للمنظمات الأعضاء في الشبكة، واعتمد أيضا الفريق على جمع المعلومات والنزول الميداني إلى مكان مسرح الانتهاك واستماع أيضا إلى الشهود ومقابلة الضحايا وأقاربهم وجمع الصور الفوتوغرافية وكذلك الفيديوهات والتحقق من دقة المعلومات وتحليلها وفرزها وتصنيفها وتدوين البلاغات والشهادات باستمارات الرصد والتوثيق، إلا أن يعني الكم الكبيرة التي قامت الشبكة تقريبا برصد خلال السنوات الماضية تجاوز 140,000 انتهاك قامت بها ميليشيات الحوثي في كل أرجاء الوطن في المحافظات التي وصلت إليها، وهي أعتقد أكثر من 18 محافظة من محافظات اليمن. إلا أن نعم، لكنها لم تكتفي بهذه الانتهاكات أستاذ محمد، يعني ونحن نناقش اليوم ملف منع الميسورين من إعطاء الفقراء ما يستطيعون أو ما يستحقون، أعتقد أنها تجاوزت يعني أي فكرة للانتهاكات المتعددة أو المتعارف عليها في الحقوق. للأسف الشديد الميليشيات الحوثية تسعى إلى تجويع المنهج للمدنيين، تسعى إلى من لم تقتلهم برصاصها وقذائفها العشوائية التي تتساقط على الأحياء السكنية، تسعى إلى قتلهم بالتجويع الممنهج وبنهب المساعدات الإنسانية التي تقدم من المنظمات الدولية. نحن في الشبكة اليمنية كنا أصدرنا تقرير سابق يحكي أو يرصد عن قيام ميليشيات الحوثي بنهب المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى مجهود حربي لقتل أبناء الشعب اليمني. نحن اليوم أمام كمية كبيرة من الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، ليس فقط القتل والإصابة والاختطاف وترويع المدنيين وتفجير المنازل والتلغيم، وإنما تعدى إلى ما هو يعني بحال إنساني والذي هو قوت اليمنيين. أصبحت اليوم ميليشيات الحوثي تساوم العديد من المدنيين على أن تعطيهم سلال غذائية مقدمة هي بالأصل لهؤلاء لهذه الأسر، إلا أنها تجبر هذه الأسر بالزج بأبنائها إلى الجبهات، ونحن رصدنا الكثير من هذه الحالات خصوصا في محافظة عمران ومحافظة حجة، وهي الأكثر المحافظات التي سعت ميليشيات الحوثي إلى مساومة العديد من الأسر اليمنية الغذاء مقابل التجنيد والزج بأبنائهم إلى جبهات القتال. أيضا استخدمت الميليشيات الحوثية العديد من الحيل في هذا
الخصوص استخدمت رفع قاعدة بيانات للمنظمات الدولية بأسماء المقاتلين لها في الجبهات القتال على أنهم محتاجين وأنهم هم المستحقين لهذه المساعدات الإنسانية. أيضا فرضت على المنظمات الدولية مشرفين حوثيين يعملوا على توزيع هذه المساعدات، بينما تذهب بنسبة 85% إلى 80% إلى الأسر الهاشمية أو إلى الأسر الحوثية. نحن في الأيام الأخيرة خصوصا في شهر رمضان المبارك وهو شهر الخير الذي يسعى الكثير من التجار ويسعى الكثير من رجال الأعمال والكثير من الخيرين إلى تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات اللازمة لبعض الأسر المحتاجة في المحافظات التي تقبع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، إلا أن هذه الميليشيات تقوم بقطع المساعدات وتقوم بمنع وصول هذه المساعدات إلى مثل هذه الأسر، وهذا جريمة مخالفة للقانون المحلي والقوانين الدولية وأيضا للعرف القبلي الذي يحتكم إليها الكثير من اليمنيين. هي مخالفة لجميع عادات وتقاليد وعرف جميع اليمنيين. نعم، إذن أستاذ محمد، يعني في بلد يعيش الناس فيه على ما تيسر أغلبه، يعني ما هي أضرار هذه الممارسات التي تقوم بها الميليشيا؟ للأسف الشديد هنالك الآلاف أو مئات الآلاف من الأسر التي هجرتها ميليشيات الحوثي والتي تركت منازلها خصوصا من محافظة صنعاء ومحافظة ذمار وإب وتعز وغيرها من المحافظات التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، والذي أجبرتهم على النزوح والخروج من منازلهم إلى العراء أو إلى المجهول. نحن كنا يعني قبل أشهر خصوصا بعد اجتياح ميليشيات الحوثي لمحافظة الجوف التي هجرت أكثر من 25,000 نازح، أغلب هؤلاء النازحين تم تهجيرهم إما إلى محافظة مأرب أو إلى صحراء أو إلى الصحراء، مما أجبر الكثير من الأسر أو السيول خصوصا في الفترة الأخيرة نزول الأمطار بشكل كبير جدا وجرف العديد من مخيمات النازحين الذي كانوا يسكنوا في الصحراء أو في صحاري مأرب الذي هجرتهم ميليشيات الحوثي. نحن أمام كارثة إنسانية، كارثة خلقتها الميليشيات الحوثية بفعل انقلابها الغاشم على الشرعية الدستورية. نعم. إذن أستاذ محمد، يعني أنتم كان لديكم حملة ضد ما تقوم به الميليشيا من جرائم ومنعها أصحاب الخير من تقديم المساعدات، هل حدثتنا عن مفردات هذه الحملة؟ الحملة ستنطلق عزيزتي يومنا هذا الساعة 11:30 في نفس هذا اليوم تحت هاشتاق موحد لصوص الحوثي، تحكي الحملة حول نهب الميليشيات الحوثية للمساعدات الإنسانية، أيضا الثراء الكبير الذي وصل إليه القيادات الحوثية ووصلت إليه المشرفين الحوثيين، أيضا العقارات والأموال التي أصبحت هذه القيادات الحوثية والمشرفين يمتلكونها وعلى رأسهم محمد عبد السلام الناطق باسم ميليشيات الحوثي الذي يرتدي ساعة بأكثر من 21,000 دولار، بينما الشعب اليمني يموت جوعا ويتجرع مرارة العذاب داخل وطننا الحبيب، بينما هذه الميليشيات الحوثية تمتلك القصور وتمتلك الفنادق الفاخرة وتمتلك أيضا العقارات. قام أخيرا محمد عبد السلام الحوثي بإنشاء العديد من شركات الصرافة، أيضا الاتجار في المواد النفطية، فتح بعض الأسواق السوداء في العاصمة صنعاء وغيرها من الأعمال التي تدر عليهم بمئات أو يعني بملايين الدولارات، مقابل أن هذا الشعب يتجرع ويلات العذاب. هو اليوم أمام مطرقتين، أعتقد المطرقة الأولى هي نار ميليشيات الحوثي وقمعها وقتلها للشعب اليمني، أيضا أمام هذه الجائحة الأخيرة التي يعني حصلت في العالم بأسره وهي جائحة كورونا. إذا شكرا جزيلا لك محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، لفتني من خلال حديث الأستاذ محمد حول
أن من ضمن الممارسات التي تقوم بها الميليشيا رفع أسماء مقاتلين لديها في الجبهات للمنظمات الدولية بحكم أنهم معوزين ويحتاجون للمساعدات، أيضا فرض على المنظمات عاملين حوثيين هم من يقومون بإدارة توزيع هذه المساعدات، كيف تعلق؟ مثل هذا التصرف طبعا هو القائم في مسألة التجنيد ورفض الجبهات، لأنه يعني طبيعة الحال كثير من يعني شاهدنا مرارا بعض المقاطع التي يتحدث فيها أسرى حوثيين لدى الحكومة الشرعية ولدى الجيش الوطني، وهم يتحدثون على أنه لا يعطون يعني رواتب وإنما يعطون معونات لأسرهم، يعني معونات غذائية وإغاثية، وبالتالي هذا يعكس يعني حقيقة الوضع فيما يتعلق بتحويل أموال المنظمات الدولية إلى مجهود حربي، وتحويله أيضا إلى مسألة شراء المقاتلين والدفع بهم للمعارك والجبهات مقابل الحصول على سلة غذائية نهاية الشهر يعني. وبالتالي يعني حتى رأينا مثلا إحدى الفيديوهات يعني بعض البقايا بعض المواد الإغاثية في جبهة صرواح لمنظمة الإغاثة الدولية تقريبا أو صندوق الأمم اليونسكو، لا أدري ما هي بالضبط. لكن أيضا قبل هذا يعني مسألة تعامل جماعة الحوثي مع المنظمات الدولية ليست وليدة هذه اللحظة، يعني حتى ما قبل سقوط صنعاء تحدث كان هناك حملة أذكر أنه في 2011 أو 2012 حول أن اليونسكو كانت متورطة بطباعة كتب وملازم لما يسمى بالمراكز الصيفية لجماعة الحوثي، ونزلت شنط للكتب الطلاب عليها شعار جماعة الحوثي. وبالتالي يعني التصرف أو التعاطي مع هذه الجماعة وسياساتها تجاه المنظمات الدولية يجب أن يقف أو أن تشكل لجنة لتقف على حقيقة هذا التواطؤ. يجب أن يكون هناك تحقيق في مآلات هذه الأموال التي تدخل باسم المنظمات الدولية وهي تذهب ليد جماعة الحوثية أو تستخدم في إطار تجنيد الأفراد وتجنيد المقاتلين لهذه الجماعة، فضلا عن استخدام المعونات الإغاثية في شراء ولاءات بعض الناس وشراء ولاءاتهم بدفع أبنائهم مقابل سلال غذائية للقتال مع جماعة الحوثي. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البوكيري الكاتب والباحث، كنت معنا عبر سكايب من هنا من إسطنبول. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.